السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نشوف اخباركم؟ معكم سالم، اليوم جايب لكم فيديو ريسبونس حق ايوب الحربي. بس اتمنى ان تشوفه، اكيد ما بشوفه. هو قال يبغى يضبط المخزن بالنافورة، بس انا خليت بس سويت له بس هذه النافورة، وطلع احترم بين هذا التصميم وهذا. هو عادة كيف يسوي شيء بعد مني هذا وهذا. هنا هذا السلاب اللي يسوي ها بعد الارضيه مالته، هاي غزي الارضيه مالته، واللي يسال بعد هذه هاي الارضيه من شو من بيربل وول والعادي. خلي ايوب الحربي يشوفه. طبعا من هنا ريدستون لامبس اللي يسال. يلا بس يجيبوا من يفضل هذا الفيديو، اتمنى انك ما تنسى تضغط الفيديو للمفضلة، واذا تم اشتراك القناة وتطلب مني كل جديد. كان معكم سالم.